الشيء الكبير استاذ نزار فرانسيس وجودك هون ليش؟ ليش وجودي هون بالبدايه وجود حق. نحن جايين نتضامن مع الناس اللي ما خاصة اللي عم تدفع الثمن الغالي بغزة وفلسطين، الأطفال، النساء، الشيوخ يلي عم يكونوا ضحية لحروب الكبار. نحن من هالشعب، نحن ننتمي إلى هذا الشعب، إلى هذا الفكر، إلى هذه القضية، لأن قضية كل المظلومين بالعالم. طيب أنا عم بحكي عن رأي العالم انه معلش بعين الحلوه عم يتخانقوا ببعض ويروحوا يحرروا بلدهم فلسطين، ليه نحن بدنا ندافع عنهم وعن قضيتهم؟ انه ليه هن عم يتخانقوا ببعضهم وهلا هن قاعدين عم يتفرجوا؟ قلت لك بالبدايه نحن جايين نوقف ضد قرارات الكبار. من ضمن قرارات الكبار انه يخلوا العالم يختلفوا ببعضهم ويقتلوا بعضهم. نحن جايين نتضامن كل هيدا الموضوع. كمان كلام الناس نسيتوا شو عملوا فينا الفلسطينيين باولادنا باطفالنا كل شيء. هذا عم بيموت اليوم بغزه ما عمل فينا. اللي عم يستشهد بغزه مش هو اللي عمل فينا. نحن امام جيل من الاطفال اللي عم بتموت ومانا عارفين ليش. كلمتك النهائيه. كلمتي النهائية انه هذا شغل صراع تاريخي ودايم. انا رح لخصه بكلمتين، رح اقول رخصت اليك يا ارضنا دموع العيون ودم القلوب الطاهرة وعتم السجون، ونكون او ما نكون صرنا مخيرين، نكاي بكل الكون قررنا نكون. سلم هالتم.